أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أبي قاطع لوالديه منذ ما يقارب من 10 سنوات لأسباب عدة، ومنها بأن الوالد أضر به في بداية حياته وبأولاده وبأيضا ماله. يقول: الخلاف استمر معي هذه السنوات، وأنا الآن بعد أن بلغ بي العمر أريد أن أصلح ما فاتني مع أبي ووالدتي، فما هي الطرق للرجوع إلى الحق في ذلك؟ لا شك أن حق الوالدين عظيم، يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى المرتبة الثانية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني قضى أمر ووصى بأن يعبد الله وحده وأن يحسن إلى الوالدين. وما ذكره السائل من أنه حصل بينه وبين والده قطيعة مدة طويلة بسبب أن الوالد أساء إليه، هذا لا شك أنه خطأ عظيم وعقوق الوالد من الكبائر العظيمة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إن كان والده حيا فإنه يذهب إليه ويصالحه ويطلب منه المسامحة ويحسن إليه، ومن تاب تاب الله عليه، إذا سامحه والده تاب الله عليه. أما إن كان والده ميتا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يحسن إلى والده بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه، أن يحج ويعتمر عنه، ويحسن إلى أقاربه وأولاده، يحسن إلى أصدقاء والده، هذا من البر. كذلك إذا كان على والده دين فإنه يقضيه عنه ويبرئ ذمته، كذلك إذا كان لوالده وصية فإنه يقوم بتنفيذها على الوجه المشروع الذي فيه أجر وثواب، هذه كلها من أنواع البر بالوالد. نعم.